السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه برج الاسد النهارده قراءه قويه، قراءه حصريه على الملح. برج الاسد اخر الفيديو هنشوف رسالتك من ربنا هتقول لك ايه. برج الاسد ما تنساش تشترك في قناتنا الثانيه شفاء الروح، القناه دي هتلاقي عليها جميع العلاج. القناه دي قناتك، ادخل واثبت وجودك عليها. صلي على الحبيب، وياريت تنزل في الكومنتات وتقول لي، هتلاقي لينك القناه بتاعتنا الثانيه في اول تعليق، وانزل واكتب واكتب لي في الكومنتات سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت قال ايه لربنا، وربنا نجاه من وخرجه من بطن الحوت. هو ربنا مش قادر لما انت تكتب الدعاء ده بنيه الفرج ينجيك من حاجات كتير؟ انزل وما تبخلش على نفسك واكتب الدعاء اللي قاله سيدنا يونس، وكمان اشترك في قناتنا علشان خاطر تشوف الفيديوهات التانية بتاعه علاج السحر والقرير وكل ما هو. يلا نشوف توقعاتك الفتره اللي جايه من هنا لحد تقفيل السنه. برج الاسد، برج الاسد انت عليك كتله من الجبل، عليك كتله من الهموم، عندك طاقه سلبيه مسيطره عليك بسبب عده العراقيل اللي واقفه قدامك. طب ايه هي عده العراقيل؟ عده بعض المشاكل، بعض التوتر. عايزه اقول لك على حاجه وعايزه ابشرك. اول حاجه انت هيكون عندك هنا الفتره اللي جايه دي تغيير افضل في حالك، ومش كده وبس، كمان ده كمان في راحه بالك. انت بتسعى دايما علشان تدور على الاستقرار، تدور على راحه البال، وده كله مش لاقيه بسبب عده العراقيل اللي واقفه بينك وما بين تحقيق هدفك. في كمان عندك يا برج الاسد شخص غامض، شخص تعبك جدا وعامل لك طاقه ايه، مش طاقه ايجابيه، وكمان بيحاول يستغلك دايما ويتكلم عليك في ظهرك. كون حريص وخلي بالك من نفسك واحذر من الاستغلال. عندك دوامه وحيره وبعض عده المشاكل بسبب طرف ثالث تدخل بينك وما بين الشريك وظلمك وكسر نفسك. الايام اللي جايه هيكون عندك طريق سفر باذن الله، بس محتاج تسعى فيه اكتر علشان خاطر العيون عليك يا برج الاسد، وطول ما العيون عليك بتلاقي عده العراقيل. بسم الله. ايه ده برج الاسد؟ ما انت عندك مكالمه مهمه، هم مالك؟ عندك مكالمه حلوه وعندك خبر حلو باذن الله هيفرحك ويريح بالك. برج الاسد، بص يا برج الاسد، اعراض التعب اللي بتظهر لك دي انت بس محتاج فتره راحه ومحتاج تهتم بنفسك شويه. عندك مفاجاه جايه لك الفتره اللي جايه، مش هتكون في الحسبان، وهتبقى بدايه جديده ومبلغ جديد باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بص يا برج الاسد، انت اليومين دول بتحاول تعزل نفسك تماما عن اصدقاء، عن احباب، عن زوج، عن شريك، عن اي حاجه تتدخل بس ان ممكن تضايقك. حاسس ان انت دماغك وجعتك، ما بقاش عندك طوله بال ان انت تستحمل اي ضربات تانيه. حاسس بخنقه، حاسس بضيق في الصدر، حاسس بالحياه مختلفه. ربنا بيطمن قلبك وهيسترها معاك وهيوسع رزقك لو انت قلقان من ناحيه الرزق، ما تقلقش. انت هنا منتظر مال جايلك، رجوع شخص، لما واشتياق، حب جديد، تغيير، الله اعلم، بس انت عندك انتظار. شايفه كمان ان انت طلبت طلب من حد ولسه ما ردش عليك، الطلب ده هتحصل عليه باذن الله، هيفتح ليك ربنا رزق حلو جدا انت ما كنتش تتوقعه، بس خلي بالك. عندك صدفه حلوه مع بعض الاشخاص، عندك صدفة حلوة مع بعض الأشخاص الأيام اللي جاية، لقاء غير متوقع بشخص عزيز على قلبك ومن زمان كنت بتتمنى إن أنت تشوفه. دايماً أقول للأسد يبطل عصبية ويهدى شوية، دايماً أقول لك ما تخليش حد يستفزك ولا تخلي حد يطلع طاقتك، اهدى شوية، اهدى على نفسك ومع شريك حياتك، عندك فترة هدوء الفترة اللي جاية في حياتك. هتحل شوية مشاكل العقبة اللي قدامك، العقبة اللي في حياتك دي هتركنها على جنب وهتحاول تطلع من اللي انت فيه. كل ما تطلع من حاجة بتجي لك حاجة تانية يا برج الأسد. لازم الفترة دي تغير من طريقتك، من طريقة تفكيرك، علشان تخلص من العقبات اللي دايما بتنافسك في كل حاجة. بس عندك منافسة الفترة الجاية دي انت اللي هتكسبها. في عين عليك قوية صيباك بالحسد والنق والفقر، ده مش كده وبس، كمان للمتجوزين انتوا عندكم سحر تفريح على القناة بتاعتنا، هتلاقوا لينك فيديو علاج سحر التفريح. بص يا برج الأسد، عايزك تحصن نفسك وتحصن بيتك وتحصن عتبة بيتك. هديني بقولك
انت محتار في المعامله مع الناس، وده مش بايدك، ده علشان خاطر انت تعبت جدا. عندك امل في بكره، دايما املك في بكره هو اللي بيديك الثقه بمستقبلك ان العلاقه هتتحسن. بس في انسان بيراقبك، والانسان ده هيتصرف معاك تصرف هيخليك مذهول، هيخليك متفاجئ، وهتشوف منه ردة فعل غير متوقعة. عندك علاقة مع برج العذراء، عندك علاقة مع برج العذراء، حاول تهدي اللعب شوية. شايفة كمان ان انت هنا عندك امنية هتتحقق، في انسانة بيضة عندك، الانسانة دي صاحبتك هتيجي تتكلم معاك الايام اللي جاية في موضوع مواجهها او موضوع مضايقها، وهتفضفض معاك. شايفة كمان ان انت هنا هتديها طاقة ايجابية وهتغير من حياتك. انت عندك حد زعلان، يعني في بينك وما بين حد زعل من البيت يا برج الاسد. الفترة اللي جاية هيكون في صلح، انت مستني خبر يوصلك، وبالفعل هيوصلك، ومشروعك هيكبر، وفي شخص هيتقدم لك بعد لقاء، خلي بالك. وفي كمان موضوع هيترفض عندك في حياتك، موضوع كده هيضايقك وهيرفضك، يعني انت اللي هترفضه. وفي رجوع عندك لحد قديم من الماضي يا برج الاسد، في رجوع عندك حد من الماضي. هتعيش يوم راحه، تغيير حاجه معينه، وهيبقى عندك فرصه للتعبير عن نفسك طبعا من غير اي تقيد، وهتعالج كل المسائل اللي خانقاك ومضايقاك، وهيبقى عندك تفاؤل في بكره. ده مش كده وبس، كمان ده هيبقى عندك فرصه ان انت تبدع اكتر، وان انت تطلع الطاقات السلبيه اللي جواك، الحزن اللي انت حاسس بيه على طول، اللي حاسس ان هو ما بينتهيش، الحياه اللي مليها بالحزن، ده كله هياخد وقت معاك، وهتطلع من اللي انت فيه باذن الله. بسم الله. ايه ده يا برج الاسد؟ ما انت اهو اناقتك ورشاقتك وثقتك بنفسك هتفتح ليك الباب اللي انت كنت مستحيل تفكر ان هو يتفتح في يوم من الايام. الباب ده هيتفتح، وهستعيد ثقتك بنفسك من جديد، وثقتك ببعض الاشخاص اللي في حياتك، وهتكون فرصة على تحقيق حلمك ومشروعك اللي انت بقالك مدة بتخطط فيه. مرحلة نقلة بسبب تحسين النفسية واخبار جديدة وحصرية وعندك في حياتك باذن الله. بس قول لي يا برج الاسد، انت هنا حيران وتايه، مهموم ومصدع، ماسك دماغك جدا الفتره دي بسبب قرار مش عارف تاخده صح في حياتك، مش مركز، حاسس بالحزن بالتوتر، حاسس ان انت بيجيلك خنقه من غير اي سبب. لكن مش عايزاك تقلق، عشان دي مراحل في حياتك وهتعدي باذن الله. عايزاك يا برج الاسد تخلي بالك من عدو بيحاول يعاملك بطريقه كويسه، بس هو اصلا عدو، يعني هو اصلا عدو. لو انت مخلتش بالك منه هتلاقيه بيأذيك بطريقة تخنقك وبطريقة تضايقك، وانا مش عايزة حد يضايقك يا برج الاسد، فعايزاك تخلي بالك من اي حد ممكن يقولك كلمة بس تزعلك، يعني انت ما تستناش اي حد تحس ان هو هيأذيك هيقولك كلمة تزعلك او تضايقك، اعمل حط بينك وما بينه سد، ابني بينك وما بينه قصر، ولا تخليش اي حد يضايقك ولا اي حد يزعلك، علشان خاطر انت ما تستاهلش ان اصلا حد يضايقك او حد يزعلك. فلازم تهدي نفسك وتهدي اعصابك وتحصل على اللي انت عايزه، بس ازاي؟ بالعقل، بالعقل يا برج الاسد. التسرع عمره ما هيخليك تحصل على اي حاجة في حياتك، فانت لازم تهدى كده وتهدي اعصابك علشان تحصل على اللي انت عايزه بالراحة. فلو انت فضلت متسرع مش هتحصل على اي حاجة، وديني بقولك. بسم الله. بص يا برج الاسد، انت دايما متقدم، ربنا دايما بيحبك، وعلشان ربنا بيحبك دايما بتلاقيه بيوفقك، ودايما بتلاقيه واقف معاك رغم ان انت عندك مشاكل وعده بعض العراقيل، بس ربنا مش سايبك، ربنا دايما واقف معاك بالطريقه اللي انت مش شايفها، يعني بينجيك من حاجات كتيره جدا. ويمكن انت حسيت في يوم من الايام انه ملاش ربنا كان واقف معاك في الموضوع ده، كان زمان حياتك فيها بعض المشاكل. بص يا برج الاسد، بيقولوا عقبه ورا عقبه في حياتك مخلياك متضايق ومخنوق، انت حاسس ان انت مش مرتاح، وبتيجي على نفسك الفتره دي جدا. لازم تغير من طريقه تفكيرك زي ما قلت لك، وتتخلص من العقبات، وما تخليش اي حد ينافسك في اي حاجه، علشان العين رشقالك رشقالك، حواليك العيون مش سايبالك في حالك. ف
فعايزاك تهدي نفسك شوية وتهدي اللعب في حياتك علشان تحصل على اللي انت عايزه بالخير. افتكر كلامي ده كويس جدا، ربنا هو اللي مقدر تعبك ومجهودك في حياتك، وعلشان كده عايزك تركز على طاقتك الإيجابية الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله، هو ده اللي انا عايز اسمعه. دايما مندفع يا برج الأسد انت، رغم ان الفترة دي عندك حالة ركود، حالة تعب بسبب الأمنية بتاعتك، بس عايز اطمنك ان هي هتتحقق الفترة اللي جاية دي، وهتسحب نفسك من حاجات كتيرة كانت مضايقاك، كانت معقدة في حياتك. عندك خطوة خطوبة هتتحقق، أمنية جديدة هتتحقق، استقرار قريب منك في شغلك، في حياتك، رغم التعب اللي في حياتك، رغم ان انت هتفرح بخبر حلو جدا هيجي لك. بس الخبر ده يعني ايه؟ اكتم وداري، في شخص كمان هيزعجك بردة فعله، بس ما تقلقش كل ده هيعدي. عندك بداية جديدة هتعيشها وهتكون راضي عنها قوي. وشايفة كمان عندك مجال هيتفتح قدامك، المجال ده هيكون مجال ربح بالنسبة لك. هيبقى فيه بعض الصعوبات الفترة دي، بس هتاخد وقت وهتبدأ تتخلص من كل حاجة عندك ممكن تأذيك. وعندك كمان خير أو حاجة معينة هتجيلك من حد انت ما كنتش تتوقعه. عندك لقاء برضو مع حد من العيلة. شايفة ان الفترة اللي جاية هتكون فترة حلوة، وهتبقى عينيك مليانة، وهيبقى كمان في مواضيع كتيرة جدا شغلة بالك. بس في حد عندك عينه زيغة يا برج الأسد، في حد عندك عينه زيغة، الشخص ده مش كويس. اذا كان حد عندك عينه زيغة، في شخص هنا هيساعدك بحل موضوع في حياتك. وشايفة كمان ان انت اليومين دول بالك مشغول بقلة الرزق، بالك مشغول بالرزق اليومين دول يا برج الأسد. في هنا امور هي ربنا هييسرها لك، والفتره اللي بينك وما بين الشريك مشاكل على اتفه الاسباب دي هيكون فيها هدوء الايام اللي جايه. والنقله اللي عندك دي من مكان لمكان بسبب خلاف حد، بسبب ان انت تعبت مش قادر تستحمل، دي هتنقلها باذن الله. عندك هنا شخص هيتعب من العيله، الشخص ده هيكون من اخواتك، بس باذن الله ربنا هيشفيه وهيجازيه خير. شايفة كمان ان في حد من الاقارب عندك هيكون في بشرة خير ليه وبشرة امور حلوة، ممكن كمان يكون عنده قضية هيكسبها باذن الله، او هيبقى عنده تغيرات حلوة. والحد المريض ده اللي هيتعب عندك يا برج الاسد، ادعي ربنا ان هو ربنا يشفيه وان شاء الله باذن الله. واقف وحس انه مفيش حد معاك يا برج الاسد، واقف وبتعافر في كوكب الاحلام لوحدك، ومفيش حد بيقول لك شكرا انت تعبت ولا انت اتظلمت، بالعكس مفيش كلمه شكرانيه ابدا في حياتك. الفتره دي انت مرهق جدا، حاسس بملل، حاسس ان انت محسود قوي. خلي بالك علشان الخمول والارهاق في جسمك ده عندك الفتره دي بسبب ان انت خلاص تعبت من كتر المشاكل اللي فوق دماغك. بس الفترة اللي جاية هتشوف ان انت هتشارك مشاعرك مع حد، هتغير من نفسك، هتخلص الاوراق اللي عندك اللي عاطلة، الحالة اللي فيها قلق وتوتر دي باذن الله هتتخلص منها، وهيكون عندك هدوء وروقان في حياتك. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك نصرة حلوة. اي نعم اليومين دول انت مش متظبط ودايما مندفع على اي حاجة، بس الايام اللي جاية هيكون عندك هدوء، الازمة اللي انت بتمر بيها هتحلها، وهتدخل في فترة روقان، فترة امور حلوة جدا. محدش بيستحمل اللي انت مستحمله، انت مستحمل حاجات محدش في الدنيا ممكن يستحملها. بس في عزومة حلوة مع اشخاص داخل البيت، المعزومة دي ما كنتش انت حاسب لها في يوم من الايام، والحساب اللي عندك اللي هتسد بيه ديونك ده قريب جدا منك باذن الله. عندك صلح مع حد قطعت علاقتك بيه من فترة، هيبقى عندك صلح بإذن الله يا برج الأسد. ولو انت ناوي على سفر فانت عندك سفر بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بص انت ماشي وبتقول انا الحمد لله ولا عايز حد في حياتي، كل المقربين طعنوني وغدروني، كل اللي قلت عليهم دول كويسين، ما جاليش منهم غير التوتر وغير المشاكل. برضو عصبي يا أسد، عصبي
متعصب جدا حتى من نفسك. بص، المواقف اللي بتحصل حواليك دي بتخلي الحجر ينطق، بس انت تعب، حس ان انت ما عادش عندك تكلم حد، وعشان كده ما بقيتش تدي اي حد اي حاجة، بقيت تسكت وتتركن حياتك على جنب. بس بإذن الله هتفرح قريب جدا بسبب الرزق اللي هيجي لك بفضل ربنا، وبسبب تيسير الأمور المستعجلة المستعطلة عندك. في عندك قاعدة مع ناس كمان هيكون فيها فرد، الفرد ده هيكون قلق ومتوتر، خلي بالك واحذر منه، هيبان عليه القلق والتوتر. وكمان هيكون في فترة عندك فيها ركود مع نفسك، علشان بتدور دايما على الراحة وعلى الهدوء. فما تقلقش من الاجتماعات اللي فيها قلق في حياتك، ده مجرد فترة وهتتخلص بإذن الله. في كمان موضوع انت فكرت انك مش هيكمل، لا هيكمل بإذن الله بفضل ربنا، علشان دايما هيكون عندك أمان الفترة اللي جاية، وهيكون عندك فترة من الازدهار في حياتك. نقلة كلها ازدهور، نقلة كلها انطلاقات. الشريك أهملك اليومين دول يا برج الأسد، الشريك أهملك وجاي عليك وحاسس إن أهل الشريك مش حابين لك الخير. أنت حاسس بالوحدة اليومين دول يا برج الأسد. شايفة كمان هنا في أشخاص مركزين قوي في حياتك، ربنا يكفيك شرهم. في واحدة ست دي عاملة لك كده، حاسس إن هي حالة من الكسل، كلها خمول وكلها رهاق، حاسس انه في ناس مش سايباك في حالك، وبالفعل في ناس مش سايباك في حالك يا برج الاسد، وانا قلت لك الكلام ده كله. بس اجمل ما فيك يا برج الاسد انه مفيش حاجه بتهزك، يعني رغم ان انت اي نعم بتستحمل، رغم ان انت بتعافر، رغم ان انت يعني بجد اللي مستحمله محدش يستحمله، بس دايما ربنا بيفوقك ومخليك تكشف حقيقه ناس ما كنتش متوقعها. في واحدة ستي بتزن عليك، خلي بالك منها، خلي بالك منها. بص يا برج الأسد، عندك أفراح جاية، بس أنا عارفة أن أنت بتمر بهموم اليومين دول، وبتمر بمشاكل من الناس اللي حواليك، بس ما تقلقش الفترة الجاية هتكون فيها راحة تامة، ودي بأكد لك الكلام. في طريق هيتفتح معاك للأحسن. عايز اقول لك كمان ان انت اليومين دول بتحلم بحاجات كتيرة جدا. شايفة كمان الاشخاص اللي انت كنت سبب ان هم يكونوا كويسين، ربنا هياخد لك حقك الفترة اللي جاية، والمبلغ اللي هيجي لك هيبقى فيها خير، بس خلي بالك من نصب عليك. في واحد نصاب ممكن يرجع لك الايام اللي جاية، كان في بينك وما بينه خصام، خلي بالك. زي ما قلت لك عندك رجوع حد من الماضي. في ثلاث اشخاص عندك قاعدين لك مترقبينك، عايزاك تاخد تحذر منهم. ثلاث اشخاص ولا حابين لك الخير، ولا حابين ان انت تكون مبسوط ولا سعيد ولا اي حاجه في حياتك، بيتكلموا عليك بطريقه مش كويسه لدرجه ان انت تعبان ومخنوق ومش عارف هم عايزين منك ايه، ولا بيراقبوك ليه. امور ايجابيه عندك يا برج الاسد، في عندك امور ايجابيه، بس هو بيراقبوك ومركزين معاك، مركزين معاك بطريقه رهيبه جدا، لدرجه ان انت حاسس يا جماعه سيبوني في حالي، انا تعبت في حياتي علشان عملتها كده. هم فاكرين الحاجه اللي انت فيها دي جات لك بسهوله، فاكرين ان انت ولا تعبت ولا اذيت ولا اي حاجه حصلت في حياتك، فاكرين ان انت صبحت نمت صحيت لقيت كل ده فيه. انت بتقول لهم خدوا كل اللي انا فيه بس سيبوني في حالي، بلاش الفتره اللي فيها حاله ركود اللي مأذيني بيها دي بطريقه سلبيه، يعني هم أذينك بطريقه سلبيه، بس انت دايما متقدم في حياتك، وبتفكر في حاجات كتيره جدا تعملها، بتفكر في حاجات كتيره جدا تتخلص منها. شايفه انه بعد 3 ايام هيجي لك خبر يجبر بخاطرك، بس احذر من بعض المقربين اللي فيهم انسانه بيضه زي ما قلت لك. عندك تحرير من قيود، تحرير من علاقه، تحرير من حاجه معينه. شايفه كمان ان هيكون في بينك وما بين شخص كلام حلو، وفي خروجه عندك جايه لك مع حدين. انا عارفه ان انت مظلوم وظالم نفسك، وكل ما بتمشي في طريق بيتقفل في وشك بسبب الضغط النفسي اللي عليك، وبسبب القلق
شايفة كمان يعني انت بتحاول تهدي نفسك وتهدي حالك وتحاول تعيد ثقتك بنفسك، وبالفعل هتعيد ثقتك بنفسك وهتدخل في فترة راحة وفترة تغيرات جذرية بفضل ربنا. انت بس بتفكر في المستقبل كتير جدا علشان نفسك تحقق حاجات، والحاجات دي هتحققها في المستقبل بإذن الله وهتحصل عليها، وهيكون عندك السفر القريب وهيكون عندك الخير اللي انت مستنيه. توقيع بصمة، عندك حل مشكلة مع القرايب وحد هيرجع يكلمك تاني، في مكالمة جاية لك انت مستنيها الايام اللي جاية. بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لك يا برج الاسد اهو، عندك توقيع حلو، عندك نقلة جديدة، عندك فترة من الراحة، فترة من التغيير، فترة من الامور الحلوة اللي هتحسن على حياتك. عايز اقول لبرج الاسد ان الرسالة دي من قلبي جدا، وانا يا برج الاسد لما قلبي بيحس بحاجة باذن الله هتتحقق. بداية جديدة هتعيشها وهتكون راضي بها الفترة اللي جاية في جميع التوقعات، اذا كانت على الماديات على العاطفية، زي ما يكون اللي انت حاسس بيه دلوقتي وبتسمعني، المجال هيتفتح في حياتك وهيبقى عندك ربح حلو، وهيبقى عندك الصعوبات اللي انت فيها دي هتتخلص منها وهتبص لراحتك وهتبص لنفسك بإذن الله. بس انت قول آمين وركز جدا على طاقتك يا برج الأسد، وما تخليش أي كلمة تسيطر عليك، ارمي ورا ظهرك أي حاجة، ما تخليش أي حاجة تسيطر عليك، ركز على هدفك وركز على حياتك. في ناس قصدها تزعلنا بكلامها، في ناس من هي مش قادرين يعملوا معانا حاجة فبتلاقيهم بيقولوا لك كلام يزعلوك يخلوك تقعد تفكر، وانت يا برج الأسد بتربط الأحداث ببعض وبتطلع نتيجة رهيبة، وده اللي تعبك نفسيا الأيام دي بسبب ان انت عندك طاقات سلبية في حياتك وبتدخلها على نفسك. انت لازم تطرد الطاقة السلبية من حياتك يا برج الأسد علشان تشوف انت عايز ايه وتشتغل عليه. احنا قلنا ان انت عندك بصمة وعندك تغيرات وعندك انطلاقة حلوة وعندك يعني توقعاتك كلها الفترة اللي جاية لحد منها تقفيل السنة ما فيها خير، امال مالك دموعك على خدك ليه؟ بالك مشغول ليه؟ يعني انت هتعيد حساباتك وهتعيد حياتك وهتعيد انطلاقات كتيرة جدا، وهيبقى عندك ارتباط وهتحط النقط على الحروف، وهيبقى كمان المنفصلين في رجوع، وهيبقى في علاقة جديدة، هيبقى في انطلاقات حلوة، وهيبقى في تغيرات انت مستنيها بقالك فترة. يعني انا شايفة لك هنا انطلاقات، شايفة لك فرحة، شايفة لك طاقة ايجابية هتدخل فيها بإذن الله الفترة اللي جاية. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون في تقدم بعد تقدم، قراءتك كلها ايجابية يا برج الاسد، وعايزاك تصلي بس على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتكتر في الاستغفار علشان طاقاتك كلها بين ايديك. عندك نجمة الايام اللي جاية هتكون سطلة في حياتك، وده بيدل على الامان وراحة البال والاستقرار في حياتك. نشوف بقى رسالتك من ربنا بتقول لك ايه. سيجبرك جبر يتعجب له اهل الارض والسماء، وهيطمن قلبك بكل ما تتمناه، بس انت قول يا الله. ايه رأيك يا برج الاسد؟ طيب احنا هنشوف ورقة تانية ورسالة تانية من ربنا. بسم الله، بجد صبرت واستحملت، وبشر الصابرين تفاؤل، فخلف الأقدار فرحة كبيرة هتطرق على بابك يوم، بس انت قول يا حكيم. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ طيب قولي الفيديو ده يستاهل منك ايه؟ يستاهل منك تعليق؟ يستاهل منك ان انت تدخل وتشترك في قناتنا الجديدة وتكبرها؟ قولي انت بنفسك اللي هتحكم على الفيديو ده يستاهل منك ايه؟